زي ما بيقولوا كل واحد فينا له نصيب من اسمه أو من اسمه نصيب، وهو كان بهاء طاهر، كان بهيا في كتاباته، طاهرا نقيا في إنسانيته وشخصيته. رحل عنا اسم أيقوني في الأدب المصري بل في الأدب العربي. أول مرة أقرأ رواية لبهاء طاهر أو عمل أدبي كانت خالتي صفية والدير، يمكن كنت في الجامعة ثالثة ثانوي مش فاكرة، بس مهم إن أنا تعلقت بهذا الأدب وبهذا الأديب. عرفت قيمته أكتر لما كبرت وقريت أكتر، عرفت قيمته أكتر لما فهمت قد إيه هو ما كانش متكالب على خناقات بسيطة صغيرة غيره كان بيتكالب عليها. عرفت قيمته أكتر لما كان أول عربي وأول رواية عربية تحصل على جائزة البوكر في 2008. وفاكرة كويس قوي كنت هطير من الفرحة، لأنه بعد ما فاز بالجائزة كان ضيف عندي في العاشرة مساء، كنت رايحة الاستوديو وأنا مزقططة، يعني هقابل واحد من أدبائي المفضلين. ويوميها اكتشفت الشفافية اللي في شخصية بهاء طاهر، عرفت قد ايه ان هو شخص كان فيه قدر كبير من البساطة والنبل والنقاء. قال لي يوميها، احنا بنتكلم بقى ايه، البكر دي كانت 2008 لما واحد الغروب روايته الشهيرة اخدت الجايزة، فاحنا بنتكلم من 2008. قال لي ساعتها انا بقالي 10 سنين ما بحبش اقرا الجرايد. ليه يا استاذ بهاء؟ والحقيقة استغربت جدا. وطبعا ساعتها في 2008 كانت الوسيلة الأساسية لمعرفة الحوادث والأحداث كانت الجرايد، كانش لسه الديجيتال بقى صاخب كده. قال لأني اكتشفت أن أنا كل يوم لما بقرأ صفحات الحوادث وأحيانا الصفحة الأولى نفسي بتتقدر وبالي بيشوش. أنا قررت أنا مش عايز أقرأ حوادث، أنا عايز أهيم في الإنسانية. بهاء طاهر هو اللي كتب في رواية واحد الغروب: لم أفهم معنى ذلك الموت، لا أفهم معنى للموت، لكن ما دام محتما فلنفعل شيئا يبرر حياتنا، فلنترك بصمة على هذه الأرض قبل أن نغادرها. ترك بصمة وأشياء مكتوبة ومرئية ومحسوسة، وداعا وألف وداع لأدبنا الكبير بهاء طاهر. سيمر الزمن وسيأتي بعدنا من يعرف لما تعذبنا، سينسون وجوهنا وأصواتنا ولكنهم لن ينسوا عذابنا. سافر حبيبي وداخلي يودعني، بكى وبال المحارم وأنا قلت كتابة رحلة بحث والأسئلة التي لا يكف الواقع عن طرحها على الكاتب وعلى الإنسان بوحده. أهم أمل لي أن يصبح للمثقفين وهم أصحاب المشروع الوحيد، أمل أن يعود للثقافة أهمية وأن يكون لدى المثقفين. بستان الروح، الصحراء
جنة الأنبياء والشعراء، إليها يفر كل من يترك الدنيا لكي يجد نفسه. فيها تورق الأنفس الذابلة وتزهر الروح، ولكن لماذا لا يحرك شيئا في روحي هذا البستان الأصفر سوى الغضب؟ صور تغزوني وتوقد كل الماضي، كل الأحياء وكل الراحلين. إذا كان حرب شيء يطلب حياتي لعبها، كلنا نوافق وانت وكيل وكل كامير. أنا وافق على أي مهار يدفع. سافر حبيبي وداخل لي يودعني، بكى وبان للمحارم وأنا قلت إجي عني، بكى وبان للمحارم وأنا قلت إجي عني. وداع يليق ببهاء طاهر. بهاء طاهر الأديب والإنسان والمثقف حصل على الكثير من الجوائز ولكنه لم يسعى لواحدة منها. أهم من الجوائز هو أعماله الأدبية اللي كانت موجودة، التلاميذ اللي قروا، الناس اللي اتنورت بفكرة، بتعبير، بسطر، بمقولة. والحقيقة أن أنا ببعت كل التعازي لأسرته وأبنائه، أبنائه المباشرين وأبنائه في الوسط الأدبي في العالم العربي كله. ألف رحمة ونور عليك يا أستاذ بهاء طاهر.